بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ألا تكون هذه الآية دلالة على وجود السحر وأن السحر ثابت بثبوت هذه الآية؟ وأن هذه الآية هي آية في القرآن الكريم في سورة البقرة، ويمكن أن تكون ردا على من ينكرون أن هناك سحر وأن هناك مسحورين وأن هناك سحرة. ما دلالة هذه السحر أو هذا السحر؟ وهل السحر أنواع؟ فما هي هذه الأنواع؟ والأهم من هذه الأنواع، هل للسحر من علامات؟ كل هذه الأسئلة وغيرها الليلة في دقة زار نطرح كل هذه الأسئلة على صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب المعالج بالقرآن والخبير في هذا الإطار. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بك. أحسن الله جزاك الله خير. أهلا بك. بنسمع بعض الناس يقولوا يا جماعة تشغلوش نفسكم بموضوع السحر ده، ما فيش حاجة اسمها سحر يا جماعة، انتوا لسه بتتكلم، الناس طلعت القمر وانتوا بتكلمولي في سحر وبتكلمولي في أعمال. يا ترى ممكن يكون الرد ايه في هذا الإطار؟ بعد الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وزهاني مشكورا تفضلت وبدأت هذه الحلقة في آية في سورة البقرة، أكبر دليل على من ينكرون السحر أو الحسد أو العين أو المس بهذه الآية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر آية، وذكر الله عز وجل فيها فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. المقصود من هذه الآية أن الله عز وجل يرد على كل من يتكلم في هذا العالم الخفي، يعني ما هو عالم خفي بالفعل، عالم خفي يتكلمون فيه الناس عن السحر والحسد والعين. ولكن أنا مع من يقال بأن السحر والحسد والعين ليس كل شيء. ما نشغلش نفسنا قوي يعني بهذا الأمر. إذا كنت أقر بالحسد والعين والسحر والأعمال والقرين والسحر المدفون والمعلق إلى هذه علامات السحر، أنا برضك مع الذي يقول بأن السحر والحسد والعين ليس كل شيء. صحيح. يعني مبقاش واحد متعطل أموره في أمور دنيوية بسبب فشله هو، وارجع أقول أصله منظور بعيد. يعني عايز تقول ألا يكون السحر شماعة للفاشلين. كلام جميل جدا. تمام. ولا يكون السحر عامل أساسي في كل البيوت. أن يعني إيه؟ إن إحنا عايزين نقول ما ينفعش أقول إن إبراهيم شهاب ما بيروحش شغله، أو إبراهيم شهاب اتحرم من إنجاب، أو إبراهيم شهاب اتحرم من الزواج أو من الرزق لمجرد إن هو مسحور. لا، تكرارا قلت أن السحر والحسد والعين لهم علامات. ما ينفعش أقول سحر وخلاص، ما ينفعش أقول عين وخلاص، ما ينفعش أقول حسد وخلاص. مشكورا قلت ما ينفعش أقول شماعة أعل على كل أخطائي إلا إذا وجد علامات تبين هل هو مصاب بالفعل أو غير مصاب. طب هنا اسمح لي بمداخلة كده صغيرة. لو احنا خدنا كلام حضرتك خلاص ان هناك سحر، تمام، وان هناك يعني اشرار يقومون بفعل هذا السحر وهنجيلهم دلوقتي، تمام، يبقى مش اي حد عنده مشاكل في حياته يبقى مسحور. ده مسحور، ده محسود، ده اخد عين بالفعل، ده كذا 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 كذا. العلامات دي بتتعرف ازاي؟ انهي علامات واي نوع؟ هو انا عشان هتكلم عن سحر اذا انا هفتح ملفات لسحر. يبقى يسبق هذا السؤال، عايز تقول لي ان احنا ممكن نقول هل السحر من انواع؟ طبعا. طب مصدر هذا السؤال هيكون من ذات الايه اللي اتكلمنا فيها، فيتعلمون منهما. أيوة. ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طب ده هنا تخصيص، تمام، مش هو ده السحر وبس؟ لا، هو مش تخصيص. الله عز وجل اقربنا بهذه الايه في كتابه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه كل ما اجتمع عليه اثنين قادر السحر ان يفرق بينهما.
يعني هنا مش مجرد زوج وزوجة، لا 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 على الإطلاق، ممكن أخ وأخ وصديق وصديقه، وصديق وصديق، جار زوج وزوجة، وجار. خطيب وخطيبته، صاحب عمل وموظف عنده، شريك وشريكه في عمل، كل ما اجتمع عليه اثنين، أنا والذهاني بنحب بعض جدا، شخص ما حاقد وحاسد، صنع شيء معين أدى إن الذهاني الديباني يخسر إبراهيم شهاب، وإبراهيم الشهاب يخسر الذهاني الديباني، إذا السحر له علامات وأمور محددة يجب علينا وعلى المشاهد أن يتخذ إجراء فيها. طيب لو اتكلمنا عن هذا النوع، أي نوع؟ نوع التفريق مثلا. نوع التفريق، طيب له علامات؟ له علامات. وأي تفريق؟ ما أنت قلت لي أنواع كتير صحيح. السحر زوج وزوجة، يعني أي تفريق أو الصديق والصديق، خلي فهمك من سحر التفريق بين زوج وزوجة برضك لألف بلاف، بينبثق منه أسحار أخرى. عايز تقول زي سحر عدم إنجاب يؤدي للتفريق، زي سحر المشاكل على أتفه الأسباب يؤدي للتفريق، زي الأسحار المخفية. فاكر كلمة الأسحار المخفية؟ أنت كل كلمة بتقولها عايزة حلقة لوحدها. طبعا. القرآن حينما أنزله الله تبيانا وضوحا لكل شيء، علمنا الله حينما نتكلم عن كتابه لابد لنا أن يكون شيء من العلم عندنا. يعني الله عز وجل حينما تكلم في سورة الإسراء وننزل من القرآن، بعض من المعالجين يغفر الله لي ولهم بلوكي القرآن بأكمله شفاء، وأنا أقر القرآن بأكمله شفاء، ولكن التبعيد هنا فين؟ من القرآن التبعيد من القرآن. ضربت مثل في إحدى الحلقات بالصيدلية، الحلقة اللي فاتت تقريبا كان في محله ذكرنا، قلنا لو أنا طبيب وسعادتك مريض وأنا هكتب لك علاج، هل هكتب لك كل أدوية اللي في الصيدلية كلها؟ بالتأكيد لا، مستحيل، ولكن أنا هديك جزء من الصيدلية يخص مرضك ويخص نوع من مرضك. إذن الله عز وجل، أصل في حاجة اسمها علم القرآن، علم الموضوع مش موضوع آيتين على الهوى هتقرؤه ولا كلمتين هيتقرأ على الهوى مع سعادتك والموضوع ينفض كذلك، لا لا أبدا، لا ده علم. يعني لما أجي أتكلم عن صحة تفريق بين زوج وزوجة لازم يكون عندي ادوات اتكلم فيها، يعني ايه سحر تفريق بين زوج وزوجه، يعني ايه رجل مش عارف يخلف من مراته، يعني ايه زوجه مش عارف تخلف من زوجها، يعني ايه مشاكل تفريق بين اتفه الاسباب تحدث بينهما طلاق، وحينما يتم طلاق يتم الندم. ما انا برضو في المقابل عايز اقول لحضرتك برضو، ما ممكن تكون يعني مشاكل نفسيه. تمام. ايه علاقه السحر بالمشاكل النفسيه؟ كتير، كتير جدا جدا. ايه علاقة الوسواس القهري بالسحر؟ اذا هو السحر ممكن يؤدي الى وسواس قهري؟ ايه علاقة الوسواس القهري بالقريب؟ ايه علاقة الوسواس القهري والاكتئاب فيما يدور حول الحسد والسحر والعين؟ هو القرين ده معانا في كل حلقة حضرتك. في كل حلقة. اذا تكلمنا عن علاج بالقرآن فنتكلم عن الاصل الا هو كتاب الله، وعن الفرع مكمل للاصل، ولكن السنة اصل ولكن هي مكملة لكتاب الله، ولكن نتكلم عن القرين فهو المحور الاساسي في معنى كلمة علاج بالقرآن. قلتها تكرارا، من قام وقادر على علاج القرين، كلمة دي كبيرة قوي لها الف معنى عندي. من قام وقادر على علاج القرين وتشخيص الحالة بفهم الحالة قادر على شفاء المريض بإذن الله. طب هنا سؤال بقى، ايه علاقة القرين بسحر اتعمل لحد بعيد؟ تمام. يعني دلوقتي السحر ده بيعمله سحر، وهذا السحر بيستخدم أدواته، حضرتك قلتها لنا ممكن نعيدها تانية على مسامع الناس. حاضر. ومن ضمن هذه الأدوات ما يسمى بخادم السحر. تمام. خادم السحر ده جن. إنس ولا جن؟ جن. طب ما هو جن اهو. حلو. مش الجن ده هو اللي بيجي بيدخل الجسد بقى؟ مستحيل. عندك دليل على الكتاب ده؟ فسرها لنا بقى. عندك دليل على الكلام ده؟ لا، هناك بعض المعالجين يقولون ذلك. طيب، نصلي ونسلم على خاتم النبيين المرسلين عليه الصلاة والسلام. تيجي نكمل رحلة الساحر والمسحور فيما يدور حوله. سحر وحسد وعين، دي اللي هتفسر حاجات كتير وتجاوب على حاجات كتير، دي اللي هترد على كل الألسنة، كل من يتكلم عن القرين وهو لا يعلم عن القرين بشيء. أنا ليه بسألك السؤال ده وليه عايزين نجاوبه في هذه الحلقة؟ لأن هذا السؤال سؤال مفصلي، بمعنى أن هناك من يعني اتدمرت حياتهم بسبب
ان جواهم جن، عليهم جن، لابسهم جن، كل هذه الاشياء وهذه المسميات نريد ان نحرر هذه المصطلحات، فلتكن الاجابه. تفضل. اولا خليني اضرب مثال كده واقعي بين الناس حتى يعلم المشاهد محور هذه الحلقه. الساحر جالس في مكان ما، يذهب اليه شخص ما لقام بفعل سحر. تمام. اللي راح يعمل السحر ده هو راح غرضه الاساسي ان يدمر هذا الشخص اللي هو عايز يعمله سحر. طيب من يحدد نوع السحر؟ مين اللي بيحدد؟ اكيد السحر بس. اه طب ليه السحر هو اللي بيحدد؟ خبره بقى. لا، لانه هو اللي هيعمل كل شيء. بس قبل ما هيعمل السحر انا عايز اسالك كام سؤال. انت عايز تاذي ابراهيم ليه؟ وفي ايه؟ وعشان ايه؟ هياخد منك كل المصطلحات اللي من خلال هذه المصطلحات يبني عليها ماذا يفعل؟ ويحدد بقى هيستخدم اي نوع. ماذا يفعل؟ هيفعل ايه بقى؟ سحر ترابي ولا سحر معلق ولا سحر مدفون ولا سحر شبشبه؟ ايه ده، في سحر اسمه شبشبه؟ فاكر السحر الشبشبه اسمه كده؟ سحر النجوم والكواكب. بس بلغه الصحراء اسمه سحر الشبشبه. مجازا بقى، تعال انا عايز الزهن الديباني، انا اسف في الالقاب واسف في تشخيصي. زهان الديباني راجل عملي قوي، ما عدوش وقت يقرا قران ولكن بيصلي فرض وفرض. لا السحر خد المصطلح، هل هيعملوا سحر ايه؟ ها على حسب النوع. لا طب نمشي معاه سحر كده جن طيار كده يظبط الدنيا ويمشي. لا، زهان الديباني حافظ لكتاب الله، قائم لليل، مواظب على اذكاره، يقرا القران، هيعمل له سحر عادي؟ لا، ده سحر متمكن. طب يعني ايه سحر متمكن؟ اما يعمل له على النجم معين فيلف هذا النجم تكرارا في الدوره الفلكيه اول الشهر او نص الشهر او اخر الشهر، واما سحر يتعرض اليه هو سحر مرشوش. طب السحر المرشوش ده لو عد عليه 1000 واحد غير هزان الديباني، هل يصابوا؟ مفعول السحر يصلهم؟ هياخد اي حد؟ هقول لك وارد وارد لا. طب الاساسي والاصل مين؟ هو الذهان الديباني اللي عليه العين والنيه. عايز اللي عليه العين والنيه. طيب هل خادم السحر اللي قاعد مستني استاذ الذهان يعدي على السحر المرشوش هل هيدخل جوه جسد الذهان الديباني؟ هقول لك مستحيل. هتقول لي ايه دليلك؟ ارجع للقران. هتقول لي مال القران بهذه الامر؟ هقول لك انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يا زهاني القصه كلها ان الناس لازم تفهم يعني ايه معاني كلمات القران، معاني. هو ربنا لما اتكلم وقال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، كان ماذا يقصد هذه الايه؟ تقصد هذه الايه في تفسير القرطبي ان الجن او خادم السحر او خادم العين او الهدف الذي موكل على الانسان لا يدخل الجسد ولكن يسلط عليه نفسه. في عز مرضك او في عز صلاتك، انا اسف، في عز عباداتك، في عز الحرم، في عز رمضان، تصاب بسحر. ازاي؟ ازاي بقى؟ عن طريق ايه؟ ده في موسم طاعات. لا مش علاقه. كتير جدا بيسال يعني في شهر رمضان يا شيخ ابراهيم هل ممكن اتعالج من سحر وحصر؟ اقول لك تعالج. لان الايه التي تقول او الحديث الذي يقول ان تسلسل به الشياطين وليس تسلسل به الجن. انا كنت في مره في سنه من السنوات في حرم المكي، كنت بصلي في رمضان وفي التهجد. كان الشيخ ماهر كان بيقرا بيصلي في اول سوره مريم كاف هي عين صاد. اذا وصوت المراه صوت المراه بعلو صوتها تسمع كل اركان الحرم. تخيل. هتقول لي جاز من الخشوع. اقول لك لا مستحيل. لان قام العساكر الحرم وخرجوها بره الحرم في ساحه الحرم. الشاهد من الكلام يا الزهاني ان الجن وقدرات الجن ليس له علاقة بالجسد الا من الخارج فحسب. الا من الايه؟ من الخارج فحسب. فحسب. ليس العلاج بالقرآن الكريم، قرآن يتلى فحسب. هو نفس النمط. من احد الانماط او الكلمات والمصطلحات التي يتميز بها ده إنذار. الله يعزك. لما فيها من دلالة. المقولة المشهورة بتاعتك ايه؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. لماذا قلت هذه العبارة في هذا إنذار؟ ليه؟ لأن أنت سمعت وشفت ورأيت إن في ناس كتير جدا دخلت هذا المجال وخسروا أموال وخسروا حاجات كتير جدا في حياتهم بسبب بدون علم، بدون فهم.
انا اي مريض بقول له تشخيص الحاله 50% من الشفاء عندي وعند غيري، ولكن العلاج بالقران مش مقصود بيه ان نقرا عليه القران وتمشي، ولكن المقصود بيه يطلع عليك القران. شفت التناقض ده؟ التناقض يقول ايه؟ ان مش كل حاله هقرا عليها قران، ويجب على كل حاله اقرا عليها قران. طب ايه الفرق في التشخيص ده؟ الفرق هو انا قبل ما اقرا قران على وزان الديباني لابد ان اعرف زان الديباني ده بيشتكي من ايه؟ هنا ايه الاسباب اللي وصلت زان الديباني اللي يجي لابراهيم او غير ابراهيم؟ هنا بقى عايز تقول وتفسر ننزله منى. طبعين هنا بقى؟ منى. حرف من؟ اللي هي اختيارك للايات التي تتسق مع الحاله اللي قدامك. واختياري لتشخيص الحاله. تشخيص الحاله ده؟ طب ما هو البعض بيقول لك ما هو هو قران يطلع يا شيخ ابراهيم. تمام. اسمعوا القران في البيوت. تمام. ما هو اللي بيجي ده بيقول لك انا كنت عندي امراه النهارده اسال الله يا رب ان يعافيها رب خاتمه لكتاب الله. حافظ ربنا كله عن ظهر قلب. طب ما عندها اهي قران اهي. حلو. عندها مشكله في عدم انجاب. ايه رايك؟ بس اكيد مساله طبيه. بس انا مش دكتور نساء. ما انا بقول لك اكيد مساله طبيه. جات لي ليه؟ لاني راحت للطب. راحت لاكثر من طبيب. ومعها دليل من الطب يقول ان هذه الفتاه صالحه للانجاب دون منشطات. طب الزوج سليم 100% وتحاله يثبت ذلك. ما انا عندي بس كده شيء غريب شويه عن المعالجين شويه. اللي هيجي لي لحاله مرضيه او يقول لي انا بشتكي من حاله مرضيه او بشتكي ان عدم انجاب او صحه المرض وما جابليش دليل قاطع من الطب لا ياتي الي. لان انا مش هعمل له حاجه. برضك هرجع له الطب. عايزه يستوفي الاسباب العلميه. هو ده اللي ربنا امرنا بيه. تداوي يا عباد الله ما خلق الله لكم من داء الا وله دواء. في اول حلقه مشكورا بدانا الحلقه قلنا ايه؟ السحر والحسد والعين ليس شماعه يعلق عليها كل الناس. صحيح. طب ما في امور طبيه اولى بها الطب. وفي امور طبيه يعجز عنها الطب وهي ليست في الطب من شيء. فلما جات لي هذه الفتاه حافظه لكتاب الله. ومع دليل اثبات من الطب بيقول ان هي سليمه وتخلف. بس بيحصل عندها حاجه غريبه جدا. لا يفهمها العقل. ايه هي بقى؟ خير بقى. ان في ايام التبويض اللي الطبيب والطبيبه قايل يحصل معاشره زوجيه بينهما يتم مشاكل اتفه الاسباب تحدث في هذه الايام. وقد يتم غضبان هذه الفتاه وفي اخر يوم في ايام التبويض ترجع الفتاه بيتها. حصل وكرر كذا مرة. طب ممكن يحصل مرة عادي صدفة تيجي. وارد. تانية صدفة ماشي. ايه المشكلة؟ ولكن لما يتم في خلال 4 سنوات على هذا النمط او ليه؟ عايز تقول ايه؟ انا عاوز اقول لك حاجة كمان. ان هذه الفتاة وزوجها الشيخ بيقول لي احنا حريصين قوي في ايام العذر الشرعي ان احنا متمسكين بالقرآن، بنسمع قرآن، بنقرأ قرآن، عشان لما يجي يوم تبويض احنا متماسكين ببعض. مفيش خلافات بينا. مفيش اسباب غير موده ورحمه، هم سكنوا لكم وانتم سكنوا لهن. طب مين اللي بيقدر؟ وسبحان الله العظيم. حينما ياتي اول ليله من في ايام التبويض يتم التفريق بين الزوج والزوجه. ايوه لسه بقى اسالك سؤال بقى. من القادر او الذي يستطيع خليني اقول ان يفعل بهم هكذا؟ القرين. ده منه نفسه؟ تلقائي ردا واحدا. لا يعني منه نفسه بيعمل مستحيل. ازاي؟ كل الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم معها قرين، وهذا قول الله عز وجل في سورة الصفات. قال قائل منهم إني، اللغة العربية، أهل اللغة العربية يقول إيه؟ إني منصوب لي أنا بس، كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين. صح ولا لأ؟ تمام. يعني إيه كلمة قرين؟ قرين ده شيء خفي في جسد ابن آدم قادر على أن يتحرك في الجسد بأكمله قادر، ولكن هل يتم القرين تحركه في جسد ابن آدم من تلقاء نفسه؟ هو ده السؤال. لا يستطيع. إزاي؟ لا يستطيعش. بالدليل إن أختي وزوجتي وغيرها من النساء أنجبوا ومعهم قرين. وملايين من النساء ومعهم قرين. طب حينما تحرم المرأة من إنجاب، تحرم المرأة من إنجاب ومعها إثبات الطب أنها سليمة،
مفيش عارض 1% يؤدي إلى فشل الحمل. ولكن يتم تفريق بين زوج وزوجة في هذه الأيام من خلافات على أتفه الأسباب، وتقولي طب ما احنا بنحفظ قرآن وبنقرأ قرآن؟ طب أنت بتعرف منين بقى إن القرين هو سبب في هذا التفريق؟ تمام. وإيه علاقته بهذا التفريق؟ ومين اللي بيحرض القرين على ده؟ إذا اعتبرنا أن القرين يعني في الأصل إنه لا يحرض يعني أو لا يحرض عفوا على التفريق، مين اللي بيحرضه؟ خادم السحر، خادم العين. في بقى كده معلش النهارده هنطلع بجملة. اتفضل. علامات السحر هي علامات العين ولكن بينهما شعرة فاصلة. أيهما أقوى؟ العين. أقوى من السحر؟ أقوى من السحر. أيهما أخطر؟ العين. أخطر من السحر؟ أخطر من السحر. طب أيهما أصعب في العلاج؟ السحر. إيه بقى المعادلة الغريبة دي؟ هعديها لك بقى. إيه بقى المعادلة الغريبة دي؟ هقول لا هتقولها لي بس أخد عماد الأول وتفصلها لي كده بالتفصيل. أنت قلت لي العين أقوى من السحر، أخطر من السحر، مين علاجه أصعب؟ أصعب السحر. قلت لي السحر. لا دي خلطة كده غريبة لازم نفسرها مع بعض. حاضر. هاخد عماد وأرجع لحضرتك. عماد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذ هاني؟ أهلا بيك يا عماد. احنا بنشكرك جدا يا استاذ هاني على البرنامج ده يا استاذ هاني اللي غير مفاهيمنا للاعمال السحريه والناس اللي كانت بتعمل حاجات وحشه. ربنا يخليك يا عماد. الناس اللي بيخشوا في العالم ده مش ليهم فيه اصلا، مش بيعرفوا يفتكوا اي حاجه ولا يعملوا اي حاجه، بيزيدوا الانسان سوء. ربنا يخليك. فضيله الشيخ شهاب ادولي بعد اذن سعادتك. مع حضرتك فضيله الشيخ. اتفضل. فضيله الشيخ شهاب. اهلا وسهلا. جزاك الله خير على ما تعمله ده ان شاء الله مع الامه. يا رب يحفظنا ويحفظك. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. يا رب. انا عندي مشكله كبيره يا فضيله الشيخ. امرني. بقالي فترة طويلة أصلا كان الوضع العادي يعني الوضع الأسبوع يعني حياتي يعني العادية الطبيعية الجنسية كانت طبيعية جدا. نعم. جات لي فترة معينة بشوف أحلام وحشة جدا خالص، وجات لي حاجة زي انهيار تام للرغبة فجأة. تمام. رحت للدكاترة كلهم ما عنديش أي حاجة. تمام. وأنا مش عارف أعمل إيه يعني الحاجات دي، طبعا أكتر من واحد بيعمل لي، في أعمال سفلية معمولة لي، في حاجات كتيرة معمولة لي، رحت لكذا واحد بس مفيش حد بيحل. حاضر. تابع بس معانا. هل الحاجات دي فعلا الحاجات عفوا السؤال الاخير اتفضل، هل الحاجات السحريه دي سواء حسد او سحر ممكن يعمل حاجه عضويه؟ ممكن طبعا طبعا. ده اللي حاصل معايا انا حضرتك. حاضر. شكرا عماد. اسمعنا بقى واسمع فضيله الشيخ. اتفضل يا شيخ. احنا قلنا ان الزوج والزوجه. انت قلت لي طيب انه اقوى؟ قلت لك العين. اقوى من السحر؟ ايهما اخطر؟ قلت لك العين. طب ايهما اصعب في العلاج؟ السحر. طب اذا كانت العين اقوى واخطر المفروض تكون هي برضو يعني اصعب في العلاج، انت اخترت لي السحر هو الاصعب. هرد عليك برد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حينما تكلم وقال ان العين لحق تدخل الرجل القبر والجمل القدر، لولا شيء سبق قدر الله لسبقته العين. اذا العين اخطر، العين اقوى، تؤدي إلى صاحبه إلى القبر. السحر لا يموت. مستحيل. ما عمرك ما سمعت حد مات بسحر. لا مستحيل. ولكن أصعب في العلاج أقول لك السحر. طب ليه؟ ليه أنا قلت أصعب في العلاج هو السحر؟ إزاي بقى؟ لأن السحر طبيعة حاله أذى. وأذى لا يؤدي إلى الموت. ولكن يؤدي إلى موت النفس. أنا أي مريض بيقعد يعني عندك عزيمة وإرادة قد إيه؟ يقول لي والله 50%. هقول لك ما تنفعنيش. يعني إيه عزيمة وإرادة؟ هو أنت ليه يا شيخ إبراهيم مختلف عن المعالجين اللي إحنا شفناهم وسمعناهم هيقرأ عليه القرآن والموضوع انتهى؟ هقول لك لا، ما هو مش هو العلاج كده؟ لا لا مستحيل. يعني زهين دبان لما هيجي لي هقرأ عليه القرآن بس؟ حاضر. وهديك علاج؟ حاضر. طب بس بعد إيه؟ كان في زمان أخ بدون ذكر أسمائه يعني توفى رحمة الله عليه. كان معاه جن اسمه عمر. يا سلام. والله. ده حقيقي فعلا. طيب. مش مجازا ولا أي شيء مخالفات. طب ما هو كده جن مسلم أهو. لا لا لا. استنى بس عليا. لما تقعد قدامه كده كان الشيخ ده هجبة قوي. رحمة الله عليه. كان أول لما يقعد قدامك يبص في عينيك ويقرأ آيتين قرآن كتفه يا عمر. تلقاء نفس الإنسان يكتف اليد. الشيخ او لا المريض المريض والجن مكتفه
انا كانسان لا قادر على ان افك يدي بنفسي. مقيد. حلو؟ يضرب فيه هيخنقه ده بيحصل. وفي الاخر بيكسر له دول. على حسب بقى هو نصيبه. اما الاوتار دي تتقطع واما يتم ايه؟ العظم يتكسر. يا نهار ابيض. وفي الاخر هديك ازازتين ميه ببلح هتشربهم تقعد ترجع اللي جواك انت خفيت من السحر. على اساس ان هو اكل سحر ماكول او مشروب؟ ده بعض من المعالجين في وقت الحالي يقول لك ايه كل حياته. لا رجعني لعمر الله يخليك. والله بصدق والله. ده لسه موجود كمان. ابنه سالم الراي. طيب ماشي خلاص. انا والله يعني ما اقصدش حد بعينه عشان لو يعني بس ايه لا لا لا. انا ما اعرفوش. طيب الشاهد من الكلام ايه؟ بس هو بيتكتف. بيتكتف بالفعل. هو جن فعلا. مش ربنا قال هم أم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ هو احنا بنلغي الجن؟ هو انا وانت على النمط كده بنقول مفيش حاجه اسمها جن؟ لا ده في جن وفي جن طياري وفي جن غول وفي جن يتمثل في ثعابين وكلاب وقطط وحيات. كان شهير في هذا الاطار وهذا المضمار. وقيل انه متزوج جنية خافي. صح. تمام افتكرته طبعا رحمه الله عليه. انا عايز اقول لك بس حاجه. هو احنا بننكر الجن؟ لا لا صحيح. يعني احنا بنقول ان الجن موجود وثابت وله سورة في القرآن سورة الجن. بس العالم وصل للقمر واحنا لسه بنتكلم في الجن وفي الاعمال. نحن نتكلم عن الله ونتكلم عن كتاب الله ونتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنة النبي محمد قائمين بنا الى يوم القيامة. مش هنقول بقى احنا اخترعنا صفات محمولة واخترعنا مش عارف ايه. لا انا بتكلم عن كتاب. كتاب أنزله الله رحمة وشفاء. أثبت القرآن بأن السحر والحسد والعين ثابتين إلى يوم القيامة. قال المعصوم صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على هذه الأمة أقصر موتاهم بالنفس. قيل وما النفس يا رسول الله؟ قال العين. إذن هل هذا حديث متفق عليه أو حديث مجازي؟ لا حديث صحيح في البخاري ومسلم. طيب البعض برضو اللي كان بينكر ما يسمى بالأعمال وبالأسحار فوجئ بما يسمى بتنظيف المقابر والحملات. ده أكبر دليل على الكلام. وأنا معايا صور برضو يعني عايز اسمح لي كده أن أنا أعرضها على حضرتك. تمام. دلوقتي ما هذا الكم من الأعمال من الأذى؟ ما هذا الكم من الحقد الدفين؟ ده رد ربنا عز وجل وهو دفين بمعنى كلمة دفين يعني. يا أخي الكريم ده رد من الملك سبحانه وتعالى على هذه الأمة اللي بقولك إيه ما فيش حاجة اسمها سحر وحظ. ده مات موت النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ النبي بالمعاذتين وترك ما سواهما. صح. بس الأعمال والأسحار اللي انتوا لقيتوها في المقابر دي عبث. هل أنا حطناها؟ هل المعالجين اللي حطوها عشان يثبتوا للناس؟ لا. ده في أماكن وأقابر في جميع المحافظات لو هذه الأعمال. أنا في مكالمة هاتفية كانت مع الدكتور مبروك عطية عايز حمدي يعني يبذل مجهود كده ويجيبها لي الحلقة اللي جاية. سيدة متصلة ألو أنا رحت أعمل عمرة أكتر من مرة ولم أرى الكعبة. لا لا مش مبروك عطية. كان مبروك عطية لما لا لا لا. الدكتور زغلول تكون زغلول حاجة كده. أنا هجيبها لك أنا الحلقة الجاية. طيب هذه المرأة يعني كنا قبل كده في حلقاتها قبل كده ان هي كانت تعمل في مستشفى. كانت تعمل فين؟ في مستشفى. كانت بتعمل ايه بقى؟ في قسم الولادة. فلما سألت الشيخ انا رحت الكعبة ولم ارى الكعبة وهي امامي وهي امامي. قال لها مستحيل. ده ابو جهل في عز كفره وإذاءه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الكعبة وكان يطوف حول الكعبة قبل الإسلام. إزاي يعني؟ اقنعيني أنت شغالة إيه؟ قلت له أنا شغالة في مستشفى في قسم الولادة. أو كنت كنت في قسم الولادة. فقال لها طيب ماشي إيه المشكلة؟ قلت له كان عاوز ولد يبدله ولد اللي كان عاوز بيت. كانت بتبدل الـ الـ الأولاد المولود الأطفال المواليد. فقال لها دي جريمة كبرى لأن دي خلط أنساب وبرضك دي مش جريمة تؤدي إن أنت مش في وش الكعبة. قلت له ترقيت شوية ودخلت قسم غسيل الموتى. لا طيب المشكلة؟ قلت له وكنت شغالة مع ساحر أو دجال بهذا النمط. قال له بعدين؟ قلت له كان بيدين العمل الذين ينكرون السحر والحسد والعين. كان تأخذ العمل من يد الساحر
وتضع بعد غسل الميت أو الأمانة في فم هذه الأمانة. طبعا صار فضيلة العلامة وصار على الهواء وقفلت لها في السكة ودعا عليها الدعوات، أسأل الله أن يستجيب. المقصود من هذه الموقف يا زين، واخد بالك إن السحر ده رد بقى تلقائي بذاته على اللي يقول لك ما فيش يتم علاج سحر إلا بإتيانه. أيوه، وده سؤال، هل من اللازم لعلاج السحر الإتيان بالسحر وبمكانه؟ طب أنت هتجيب لي إزاي السحر ده من دم هذه الفتاة؟ أو من الفم هذه الأمانة؟ هتجيبه إزاي ساعتك؟ ها؟ يعني ليس شرط علاج السحر الإتيان به؟ هيقول لك طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان شرطا في شفائه حينما نزل الأمين جبريل وأرسل النبي المعصوم سيدنا علي وأتى ببئر زروال، عمل النبي محمد وسيدنا علي ما عرفش يجيبه على الإطلاق. ذهب النبي وضع يده الشريفة قال بسم الله، وهذه كقرامة من كرامات النبي محمد أنه جف البئر ونزل النبي أو أنزل سيدنا علي وأتى بسحر النبي محمد. هل شرطا أن قال علاج السحر بإتيان السحر؟ مستحيل مستحيل مستحيل. ما هو خلي بالك برضو، طب معلش تعالى بس، لا أنت حضرتك دلوقتي بتوضح جزئية مهمة جدا، لأن يعني هناك من الشباب يعني حسن النية اللي بيقوموا بهذه الحملات على مستوى المحافظات، بمجرد خروج هذه الأعمال وخروجها من المقابر لا يتم الشفاء، بيظنوا لا 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 أنهم بهذا قد عالجوا المسحورين. ماذا تقول لهم؟ لا لا بصوا زيني، كل الأعمال والأسحار اللي موجودة في قلب المقابر هي أذى بالفعل، ولكن لما أجيب العمل ده وطلعه وفكه وحطه على ماء القرآن هل شفي المريض؟ مستحيل مستحيل شفي المريض. طيب أنا شفت مقطع على الفيسبوك وعجبني قوي، ولكن يعني أنا رديت على المقطع ده. بص حضرتك، دي من الحاجات اللي بتطلع من المقابر. تمام، حاجات هل هذه الأشياء قادرة على شفاء المريض؟ لا دي طلاسم شفاء، ما احنا طلعناه من القبر اهو. مجرد زهرة على القرآن. باسم ابليس، معلش هاتي التانية دي كده، هاتي التانية. باسم ابليس، باسم ابليس الرحيم. الرحيم اهي، يا نهار ابيض، انه كفر ما بعده كفر. بس حاشا لله، هم السحرة والدجالين والعرافين نجحوا في ايذاء البشر ازاي وازاي؟ يا نهار ابيض، انت عارف يعني نجحوا ازاي؟ نجحوا بالفعل ان هم يتمكنوا من ايذائك. انت عارف ليه؟ لان المشايخ الذي يتم علاجهم بالقران او الذين ارادوا ان يعالجوا الناس بالقران ياخذون بالناس في طريق الى طريق اخر. اهي ايه رايك؟ عروسه ومعمول عليها سحر ومتكفنه اهي، ايه رايك في الكلام ده؟ دي كانت مدفونه في المقابر، ايه رايك؟ لا ده يعني ليس بس هنا في سؤال، بس هنا في سؤال، هل يتم شفاء الانسان؟ دي قطه او صوره قطه، حاجه زي كده، حاجه زي كده. هل يتم الشفاء خلاص كده، الشفاء خلاص المريض بمجرد ظهور الحاجات دي تم شفاء؟ رساله مني بقى الذين يعالجون بالكتاب والسنه. انا شفت مقطع على الفيسبوك للشيخ فاضل قام وقرأ على المريض وتشنج المريض على الارض وقرأ عليه قرآن الحمد لله رب العالمين، وفي ذلك القرآن كلام والله طيب جدا. ده معالج اهو، انت حضرتك معالج. ده انا اخش بس على المصيبه الكبرى وبعد كده ايه بقى؟ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. تصوت وتصرخ المراه وكشفت عري المراه ولا ده الجن حضر ويبدا يحاور الجن، انت مين؟ يتكلم الجن على لسان المراه، خلينا نقول مجازا بيحصل ولكن لا يحدث. لا في بعض الفيديوهات بنسمع اصوات غريبه. ها هل ده جن؟ لا، امال ده مين؟ القرين يعرف مدى قوه وضعف المعالج فيشتغل المعالج، بيلعب بس يلعب المعالج ليه؟ لانه فاهم اصلا المعالج هو مش عارف هو بيقول ايه، بيقرا ايتين وخلاص. هي القصه كلها ايه؟ انا ممكن اشخص ودي علاج ما اقراش قران، ومن النمط الثاني اشخص ودي اقرا قران ودي علاج، بس علاج لايه؟ طب خليني بس اسمع منك بقى كل الحاجات دي كده بعد فاصل قصير،
لأن الموضوع دلوقتي بقى من الأهمية بمكان، يعني ليس بخروج هذه الأسحار من المقابر أن يشفى المريض. المريض مستحيل. هسمع منك الإجابة ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إليكم، انتظرونا في دقة زر وابقوا معنا. يا عيني يا ليلي يا مرة تانية أهلا بيكم ولسه معاكم في دقة زار، ونطرح السؤال الآتي وهو: إن كان هناك علاقة للقرين بالسحر في رحلة الساحر والمسحور اللي شرحها لنا فضيلة الشيخ إبراهيم شهاب، هل هناك علاقة للقرين بالعين؟ شيخ إبراهيم مرة تانية أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. هل هناك علاقة للقرين بالعين؟ آه طبعا أذهاني. في أول كلام قلنا القرين هو المحور الأساسي في علاج بالقرآن مع المرضى. لا معلش، واحدة واحدة بس بالراحة. حاضر. القرين إذا كان حد بيحرك القرين ساحر أو خادم سحر، تمام، دي عرفناها، تمام، وخادم السحر بيبقى جن ومن قبيلة القرين، ماشي. طب العين بقى دي يا فندم، العين دي بتبقى عبارة عن نظرة عين، حد جاب عربية جديدة، حد بيحسده، حد جاب موبايل جديد، حد الله الموبايل ده حلو، ايه علاقة العين بالقرين؟ معلش استحملني. انا معاك. صلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. استاذ هاني البدلة دي تحفة عليك قوي، ربنا يستر، دي جديدة خلي بالك. اه جميلة جدا عليك. قل اعوذ برب الفلق. حلو. انا طيب. نظرت اليها بأنهي نظرة؟ ممكن تكون حاقد، المعجب، حاقد او العكس، حاسد، صح ولا او معيون. طب لو حاقد، لو حاقد مش في الدماغ. طب محسود، هنا بنتكلم بقى، وارد. طب معيون، اه حرمت من لبسها مدى حياتك. يا سلام. طب ازاي؟ اما عافاك الله من كل امراض الدنيا يا رب، عافاك الله وعافى اهل بيتك. اما اصبت بمرض فحرمت من لبس البدل مدى حياتك خالص، واما على النمط الثاني اهل بيتك او المغسله ما بيغسل هذه البدله باظت. هي اصلا تخص مين؟ تخص زهان الديباني. انا بحسد مين؟ زهان الديباني. كتير كده يقول لي يا عم الشيخ في جن في البيت. طب انا هعالج الحيطان ولا هعالج الاشخاص الموجوده؟ هعالج الاشخاص، مش البيت. ماليش دعوه بالحيطان، مش بجدران البيت. اي بس في ناس تقول لك البيت ده اصله مهجور فيسكنه الجن لانه مهجور بقاله سنين. صح. صح. البيت المغلق يسكنه اعوانه من الجن وعمارنا الجن، ولكن حينما يجلس اناس فيه فيبتلون ويؤذون، نعمل ايه؟ نعالج مين؟ نعالج البيت؟ لا نعالج الاشخاص ونطهر البيت. يبقى العلاج علاج الاشخاص ونطهر المكان. اذا القرين له علاقه بالعين؟ القرين هو المحور الاساسي، هو بيسموها السنتر، بيسموها السنتر، سنتر، السنتر لعلاج السحر والحسد والعين والمس. ايه رايك في سيدنا يعقوب؟ صلى الله عليه وسلم. نبي؟ نبي من انبياء الله. نبي؟ تمام. متاكد من الاجابه دي؟ نبي طبعا، والد سيدنا يوسف نبي. صح. وابو نبي. صح يعني؟ قادر على ان يصيب اولاده بعين؟ لا مفيش اب بيصيب اولاده بعين، ولكن برضه هو كان حريص. لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من ابواب متفرقة. ليه؟ وما يغنى عنكم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها. المقصود هنا فين؟ المقصود ان ابني في علوه وفي شأنه وفي مكانته. انا ممكن احسد ابني؟ في مثل شعبي ممكن ما يحسد المال اصحابه. بالظبط كده. صح. يعني ممكن انا ممكن احسد ابني فيصاب ابني بمرض ليس به شفاء، ولكن هل فرق ما بين الحسد والعين موجود؟ اقول لك انا ممكن احسد ابني احساد اعجاب. تمام. ولكن ولكن العين عين مدمرة. ربنا يكفينا. اسمع كلام ابن القيم حينما تكلم عن هذا الامر وقال: عين الحاقد كغلياء الماء على النار. فسر تفسير جميل قوي لهذا الامر،
قال لك ابسط لكم يعني ايه عين زي ما احنا بنبسط كده مع سعادتك. العلاج بالقران سهل جدا يا جماعه والله. اسهل منه ما فيش والله، ما كبير ولا هو حضور جني وضرب وخنق وكلام ده ولسع بنار، لا. العلاج بالقران فهم القران علم القران. كتير جدا من الناس يعني ايه يعني ايه علم قران؟ ما قران يطلع على المريض. اقول لك لا، طب ما عسل هناخده وهنمشي. اقول لك لا، ما ينفعش. ولكن لما اتكلم ابن القيم عن العين قال: عين الحاقد والحاسد كغلياء الماء على النار. يا سبحان الله، انا بجيب حله ميه بتدفى ثم تنمل هذه المرء ثم تفور ثم تحول الماء الى بخار ثم يجف الاناء ثم ينقى في القمامه. هذا هو الانسان، ياتي بامراض ثم امراض ثم امراض، يفشل عنها الطب ولا يوجد للطب لها شان ثم تؤدي الى وفاة قبل ان يتعالج. طب ان تم العلاج يتم التحصين. في فرق بقى بين الوقايه والعلاج، هاجي ليها ولكن بعد ما اخد المتصل الكريم حسين. حسين اتفضل. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام. اهلا بيك وبضيفك الكريم، ويا رب دايما ما يحرمنا من فضلكم علينا يا رب. ربنا يخليك يا حسين، اتفضل. الله يكرمك. الحقيقه انا عندي ثلاث اسئله لشيخ حسين، ويعني نفسي اسمع الاجابه علشان بس نتوقع لحضرتك. اتفضل. اما السؤال الاول هو يا مولانا الكريم، لو انا مثلا في المقابر ووجدت مثلا عمل او وجدت حاجه ملفوفه في 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 طرحه ملفوفه في يعني حته قماشه او جيت او كده، ما هي الخطوات التي يمكنني ان افعلها تمام علشان اتوقع اي شيء من من هذا العمل اللي انا لقيته ده؟ ايه اللي يجب علي ان انا اعمله؟ هل لازم انا اوديه للشيخ هو اللي يفتحه، ولا هل في ايات معينه من القران ممكن ان انا امسكه بايدي وابدا افتحه؟ ازاي اقدر ابطله يعني؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل الشيخ اللي بيبقى معه ازازه وفيها تقريبا ميه وماسكها على ايده اليمين وبيقولوا لنا تعالى ورانا عشان ننظف المقابر، والازازه تغطي ناحيه اليمين ومره تغطي ناحيه الشمال على اساس ان هو كده العمل موجود في هذا المكان يعني؟ تمام. هل ده شيخ بمعنى الكلمه ولا بيبقى في حاجه هو عاملها او كده؟ حاضر. السؤال الثالث، انا ليا غرفه النوم، انا عندي غرفتين نوم، في غرفه من ضمنهم كل ما انام فيهم احلم بكوابيس. انا او اي حد تاني، علما باني قريب من ربنا جدا ومهنتي او شغلي دايما في رحاب القران يعني. تمام. فعايز بس اسئله غايه في الاهميه يا حسين، خاصه السؤال الاول منهم. سامحني بقى هرد على اول سؤال. شكرا حسين، اسمع الاجابه. اول سؤال ردي على الناس اللي اتطوعوا وخرجوا من بيوتهم متوكلون على الله عز وجل ان هم ينظفوا المقابر من الاعمال. تمام. هل يجب لما يطلع العمل يقول ايه؟ اولا هو قبل ما يخرج من بيته يخرج متوضئ، يقرا اول البقره وخواتم البقره وخواتم الحشر. كلام جميل كده. ويقرا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامه، ويقرا ايه من القران، ويمشي باتجاه اللي هو المكان اللي فيه الاعمال اللي هم عارفينه، وهو شغال في الذكر او في الصلاه على النبي محمد او في التسبيح او الى خلافه. طيب هو فتح القبر ولا اعمال، هو المفترض انه يلبس جاونت يعمل عزل بينه وبين ايده، ولما ياخد العمل يكون معاه اناء ميه وهو بيحطه فيه بيقرا قران، او الميه دي يقرا عليها قران قبل ما يحط فيها العمل، او يحط حبه خل. خل ويحطه في قلب الميه ويحط العمل فيه وهو بيفكه شغال: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، ويقرا خواتم سوره الحشر او اوائل البقره او خواتيم البقره. ويفضل برضه في الذكر والصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل مفترض ان ياخذ العمل ودي الشيخ يفكه ويعمله؟ لا، بفضل الله انت اولى بهذه الامور، تكفيك شر الاعمال اللي موجوده في هذا المكان. السؤال الثاني بيقول لي ان هو لما بيمشي ورا شيخ ما بيكون معاه ازازه ميه، فالازازه دي ان توجهت يمينا يمشي وراها الشيخ او يسارا يمشي وراها الشيخ. لا، هذا ليس بشيخ انما هذا دجال. لان الميسر ليس لها مقياس انه يعرف قبر فين اللي فيه الاعمال او القبر ما فيهوش اعمال، ليس هذا مقياس. البعض بيقرا قران مثلا على هذه الزجاجه اللي فيها اعمال. لا برضك مش مقياس، حتى لو قرا القران باكمله بدعوه او بنيه ان هي هتوضح المكان اللي فيه اصحاب، حتى لو قرا هذا الامر ليس له اساس خالص، حتى لو قرا القران باكمله. طب ارجع للسؤال الاول معلش. حاضر، اتفضل. لو هو عمل حضرتك قلت عليه، هو كده ابطل مفعول هذا السحر؟
طبعا ابطاله. لا مفعوله للمسحور، لا مفعول ليه هو عشان ما يتاذيش او يتمس من ذلك. نوضح دي بعد بس. اذنك، لان البعض ممكن ان يفعل هذا الفعل لا لا لا. على يعني هو دعوه هو بيوقي نفسه وقايه انه ابطل هذا لا هو هذا وقايه لنفسه فقط، وقايه للشخص الذي اتجه انه ينظف المقابر، انما يعيني المسحور. ولكن المسحور او المصوص او المنظور بعين او على خلاف هو مصاب بالفعل. طيب السؤال الثالث اللي هو كان بيقول ان هو في غرفه بعينها بيحلم بالكوابيس. حلو، طب يعمل ايه في الغرفه ديت مع انه هو بيقول لك انا ملتزم بقراءه القران او خلافه او خلافه من الاعمال الصالحه. طب يعمل ايه؟ اما يجيب حبه البركه ويطحنها ويقرا عليها وينفث فيها من القران فيطهر البيت باكمله. يجيب حبه البركه ويطحنها كويس جدا وينفث فيها من القران، يقرا الفاتحه، الاخلاص، المعوذتين، اواخر البقره، اواخر الحشر، ويبخر بها المكان. هنا الحبه السوداء في استخدامها كبخور تطرد الهوام. قيل ومهام يا رسول الله، قال العين او المس الى خلافه في هذا المكان. طيب ارجع معاك بس قبل انتهاء الحلقه، اتفضل، في موجز بسيط لو تسمح لي. هل القرين دور الاساسي ان يشفى الانسان من سحر او حسد او عين؟ ما انت كده برضو السؤال الاهم، ان كان القرين له علاقه بالاصابه فهل القرين ايضا له علاقه بالعلاج؟ طبعا. لا ده السؤال ده انا هطرحه للحلقه اللي جايه. حاضر. لا ده مش فاكر. عايز ده مش عايز دقيقه، احنا خلاص خلصنا الوقت انتهى. اولا فاكر لما قلنا بس مجازا كده قلت القرين على قد ما هو بيشفي على قد ما هو بيدمر ويأذي قادر على الشفاء. قلت لي التناقض الغريب ده انا مش فاهمه. قلت لي يعني ايه هو، قلت السنتر الوحيد ان هو بامكانه يأذي الإنسان بسحر أو حسد أو عين، وبتقول لي حاليا هو برضك السنتر معاك يا شيخ إبراهيم إن هو قادر أن يساعد الإنسان على شفائه بآيات الله وبسنة النبي محمد. قلت لك أهل العلم قديما قالوا تعالوا بنا نصطلح فباب الرضا قد فتح. الاصطلاح هنا اصطلاح النفس، اصطلاح مع الناس، اصطلاح مع قريني، اصطلاح مع البشر، اصطلاحي مع القرآن. بس خلي بالك بس حتى لا يفهم كلمة الاصطلاح مع القرين انه بيتعامل ده لا 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 كما أبداً. يحدث لا 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 اصطلاحي مع قريني ان انا عندي مخالفات، لو بعدت عن هذه المخالفات اذا اصطلحت مع قريني في كتاب الله وسنة نبيه. داويني بما كانت هي الداء. داويني بما كانت هي الداء. اذا كان القرين هو اصل الاصابة فهو ايضا يمكن ان اصل الشفاء، هو اصل الشفاء. هذا هو عنوان الحلقة القادمة من دقة زار. بشكر فضيلتك فضيلة الشيخ ابراهيم شهاب على هذه الحلقة التي انسحب بصدد الوقت منها يعني دون ان نشعر به لغزارة المعلومات التي طرحت في هذه الحلقة. اعزائي المشاهدين هذه الحلقة يمكن ان تكون حلقة ارشيفية، ستكون يعني متاحة على اليوتيوب بعد دقائق معدودة من انتهاء هذه الحلقة، و فيها معلومات قيمة لمن يريد الاطلاع على هذا العالم الخفي. بشكر حضراتكم أيضا على حسن المتابعة، وبشكر مرة تانية فضيلة الشيخ جزاك الله خير زهين، ربنا يحفظك والخبير في هذا العالم الخفي. وللحلقة القادمة نلتقي بإذن الله في مثل هذا الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، هذا هاني دبان يحييكم، إلى اللقاء.